ايه ولا ايه. طب ايه سبب تدخل الفنانة هند رستم في موضوع الطلاق في او في موضوعك انت؟ مدام هند رستم كتبت زي ما كتب الاستاذ مصطفى امين في فكرة عموده، هي كتبت في حتة عمود ارفعوا ايديكم عن هذا الشاب انه همزة الوصل، استأذنت الاستاذ فايز حلاوة في مقالة كتبت في مجلة اكتوبر، وخدت حلويات اللي كانت بتظهر في اخر صفحة كده وقالت ترفعوا عندك عن هذا الشاب انه همزة الوصل بين كذا وكذا، لان انا كنت اتعاملنا مع بعض مرتين ثلاثة وقالت لي انت فيك ريحة يا ابني من الاصالة والحياة.